بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون لطيف الصبح بدري وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ومائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، والجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية ومعتدل على باقي الأنحاء. وفي النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة غربا على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة. النهاردة طبعا في استمرار لارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، يمكن كمان النهاردة هتكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية الشرقية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية. كمان هيكون في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير، فبالتالي هيكون في يعني مزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار. اليوم درجات الحرارة ترتفع عن الأمس بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لأن متوقع العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، جنوب الصعيد هتوصل ل 39 درجة مئوية أيضا خلال فترة النهار وتحديدا فترة الظهيرة. فعشان كده احنا هنقول ان احنا هنحس بالطقس اللي هيكون حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وسواحلنا الشمالية الغربية وجنوب سيناء. طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد خلال فترة النهار هيكون طقس نقدر نقول مائل للحرارة أو دافي على سواحلنا الشمالية الشرقية، لكن خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هتبدأ تدريجيا درجات الحرارة تنخفض. يمكن الليلة دي تحديدا درجات الحرارة فيها هتكون مرتفعة عن الأيام الماضية، الصغرى فترة الليل هتكون 21 درجة مئوية، لأن احنا لسه كمان في استمرار لارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء إن شاء الله. فأجواء فترة الليل هتكون أجواء لطيفة على أغلب محافظات الجمهورية، بالإضافة كمان إن اليوم متوقع يكون في نشاط نسبي للرياح خلال فترات المساء وتحديدا في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد. نشاط الرياح ده هيخلينا نحس ببعض الأجواء اللطيفة في فترات الليل، هو ده اللي هيهدي إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات المساء وخلال فترات الليل. كمان متوقع اليوم يكون في فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وتحديدا في السلوم ومطروح، فرص ضعيفة جدا للأمطار الخفيفة ونسب الحدوث لا تتجاوز 20%. متوقع غدا الأربعاء استمرار ارتفاع درجات الحرارة وأيضا العظمى على القاهرة الكبرى تكون 34 درجة مئوية، جنوب البلاد توصل ل 40 درجة مئوية، وإن شاء الله مع يوم الخميس تبدأ درجات الحرارة تعود للمعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وهيكون في انخفاض في درجات الحرارة فترة النهار وأيضا فترات الليل، بالإضافة كمان إن احنا متوقع تكون شبورة مائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. يمكن هي في الساعات الماضية تكونت وبدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، متوقع استمرارها معنا غدا ان شاء الله. مهم جدا ناخد بالنا من انخفاض درجات الحراره خلال فترات الليل خلال الليالي اللي جايه ان شاء الله، فلو احنا ابتدينا الملابس الصيفيه او خففنا الملابس يفضل فترات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر الملابس ما تكونش ملابس صيفيه، ولو احنا بنخرج في الاوقات دي نصطحب معنا جاكيت خفيف لو حسينا بانخفاض درجات الحراره نرتديه. مهم كمان اثناء فتره الذخيره بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس عشان ما تزودش احساسنا بارتفاع درجات الحراره، القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق اثناء تكون الشبوره المائيه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره اللي العظمى فيها 34 والصغرى 21، العاصمه الاداريه 34 20، اسكندرية 29 18، العالمين الجديدة 28 18، مطروح 26 17، دمياط 28 19، بورسعيد 27 18، إسماعيلية 34 21، السويس العظمى فيها 33 والصغرى 20، العريش 28 19، كاترين 28 11، طابة 33 19، حلايب 31 20، شلاتين 34 23، شرم الشيخ 32 23، الغردقة 32 23.
هنروح للفيوم العظمى فيها 34 والصغرى 21، بني سويف 34 20، الوادي الجديد 39 20، أسيوط 36 21، سوهاج 37 21، قنا 39 21، الأقصر 40 20، وأخيرا أسوان العظمى فيها 39 والصغرى 22. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لمصطفى ومننا نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك.